ده يا جماعة نص ال اللي هو السميد سمولينا، ده النص كوباية التاني اهوت. هنحط ده مقدار من، انا كنت عاملة حشو اللي هو ايه سوداني وحاجات كده اللي هي بتاعت، بسيبها للصواني، احط المقدار ده عشان يقضي بس ايه ده يجي الحشو مع السمولينا. هنحط، هنخليها طبعا مش هحطها كده على اساس ان هي تاخد حتة كنافة الاقي الحشو بره، ما ينفعش. انا هنحط شوية، هحط شوية ايه بقى مية زهر عشان اربط بيه الحشو ده كله ويعمل لي الطعم الحلو اللي انا عايزاه. مش عايزة موردة، انا عايزة زهر، مية زهر اللي هو ده بس الازازة العادية ديت يا جماعة اللي هي المكتوب عليها مية زهر. اوكي، فين مكتوب فين؟ اهي مية زهر بس. كده الحشو بقى ايه اتربط مع بعض شكله سوداني وزبيب وشوية مكسرات كنت فرماهم، على شوية سكر، على شوية قرفة، الحاجات دي كلها اللي موجودة عندي في المطحنة واسيبه في التلاجة دايما. معوز مش هقعد عنه كل شوية، فدايما بعوز بعمل بحط على طول، يعني ساعات بعمل بقلاوة بعمل كده. مرة تانية ان شاء الله هنعمل بقلاوة مع بعض جميلة جدا، القراطيز والبقلاوة والسمبوكسات ديت واللي هي بتتعمل كشكشة كده، شوية حاجات كده هنعملهم كلها صينية واحدة عشان يبقى كل الشكل كله ايه بين، مش هعمل كل فيديو بشكل، لا هنعمل كله مع بعض. نكمل بقى مع بعض. يا جماعة الحشو كله اللي هو ايه، الحشو عبارة عن ايه ده اللي هو المكسرات اللي بقول لكم عليها، السوداني، شوية حاجات من اللي هي بتاعت رمضان اللي هي المشمشية، التين بس هو ده، وشوية زبيب طبعا من الحاجات ديت، الجوز الهند، كل الحاجات دي موجودة ايه عندي. كانت الكنافة اهي، خدت نص الكنافة مع اللي هي السميد، خدتهم في النص الاول، حطيت نصهم يعني في الصينية. وهنحط الحشو طبعا ادي يعني، بس اهم حاجة ما تحطوش يعني، حطوا حشو مش الاقيكم يعني، مش متبقاش الحاجة فاضية يعني، عشان ده دي مهم جدا تلاقي الحشو بتاعها حلو يعني. بس خلي بالكم من الجناب، مش عايزة الجناب عشان ما تتحرقش الحشو. بسم الله الرحمن الرحيم. طعمها بيبقى خطير جدا، حلو قوي، وتغيير طبعا مش كل مرة نفس الاسلوب، كريمة قشطة ماشي نغير بقى نعمل دوت، بتبقى حلوة وطعمها حلو طرية واحسن ونظيفة، احنا بنعملها بايدينا وبتتاكل بسرعة رهيبة يعني، مش عارفة ليه بس بتتاكل بسرعة رهيبة، خفيفة مش معسلة اوي، بحط السكر كتير زي ما اتفقنا انا يعني في العسل ما بحطش ياما، حسب بقى ما انتوا بتحبوا، اللي بيحب حلو ياخد، انا عن نفسي مش بحب الحاجات الحلوة الياما يعني، بتبقى المعقولة شوية بتبقى حلو. لسه في كنافات كتير على فكرة، احنا ما عملناش كنافات كتير مع بعض، لكن في دي اللي قلنا ايه دي بواقي الحاجات اللي عندنا، لكن هنبقى نعمل، انا عادي انا بعمل كنافة مش بس في رمضان، بس بعمل كنافة على طول يعني. عادي الحشو اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي بحط الكنافة، حطيت الحشو خلاص، بحط بقية الكنافة، بسم الله الرحمن الرحيم. بحب اعمل بايدي على فكرة،
الحاجات اللي هي بتخلي البصل والحاجات ديت هي دي اللي بتخليني ممكن احط جوانتي، لكن الحاجات الحلوة دي اللي ما فيهاش حاجة ممكن بعمل بيتي. البصل، الثوم، الحاجات دي اللي بتخليني، غسيل المواعين طبعا جوانتي. الناس اساسا انا مش بحب ريحة البصل في ايدي اساسا ولا الثوم، بس بحب اكلهم يعني. ادي بقية الكنافة كده خلاص، طبعا بسويها بقى عدل في الصينية. اتأكد كده عشان جامد عشان تطلع القرص الكنافة، عشان لما يتقلب يبقى شكله كويس، ما يبقاش مفرغ من حتة ولا حاجة ويبقى شكله مش حلو كده. بيبقى شكله بس عامل ازاي شكله، ادي الكنافة بس عاملة ازاي. سوي الكنافة عادي في الصينية، ممكن تاخد صينية اكبر من كده بس كده احسن عشان تطلع عالية شوية كده. ادخلها الفرن طبعا، وبعد ما تدخل من تطلع من الفرن ان شاء الله هوريها لكم. باي باي. يا جماعة الكنافة بعد ما طلعتها من الفرن ادي شكلها، طبعا مش عايزة اقولكم شكلها بيتحدث عن نفسها طبعا. ادي اتمنى طبعا ان تعملوها، واللي عارف الفيديو دوت يا ريت بقى لايك وشير الناس. السلام عليكم.